صباح الخير، شلونكم يا الربع؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين. شوفوا هاي الطيارات الحلوة، غريبكم لانه بيطيرن. شو تقولون نطلق سراحنا هنا في فيديو؟ لان جبناه هنا فراغ تقريبا صار له شهر او شهر ونص، وكبرن هسه ما شاء الله. شوف الصار دتش الريش مالهن ويطيرن، غير كون يطير. طبعا هاي القناة راح اسويها مغامرات اطفال وتربية حيوانات ومن هالامور وكل شيء كل شيء. يعني غير ردت هني يطيرن، بعد شي يطيرن. شوفوا شوفوا الحالات، نشوفوا با 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 با. يا ربي هذا الطير طبعا طير حر، يسمونه القطع. انا حاطنه هسه حاليا بقفص، شو القفص يعني ما مرتب. الايام القادمه راح ارتب هذا القفص وذاك القفص اللي تشوفونه بالسطح لنا، واجيبا بعد مثلا اجيب طيور اربي حيوانات واسوي لكم فيديوهات عديهين الا بشده. عنده مغامرات هواي هواي، كلش هواي. بلابيس ملابس. طبعا بالنسبة للسباعون على البرج مو نظيف، لان مهمولات صح. شو مهمولات؟ بغيت اصحك، مهمولات بسبب انه انا اصور افلام بقناتي الكبيرة. اذا ما شايف قناتي الكبيرة تلقونها بالوصف الرابط مالتها، روحوا اشتركوا بيها. زين، اللي ماكل اللحم مال هذا الطير يكتب لنا بالتعليقات، ومنو يعرفه؟ الاغلب بيكم ما يعرفونه. طير خرب طيرا. بس ذاك اليوم طبعا هنا عندي، خلي اقول مراويكم هنا اختارن هنا ثلاث تكاتيك، لان مال اخوي الصغير يحبون التكاتيك الجهال، يربون بين ويردون لي ورا. خطيه سفرلات؟ لا ماي، لا اكيد، لان العزيزات. زين صديق، شو تقولون نكبرن بعد؟ هسه انه ما يطيرن كلش، شويه جناحات ما كاملات، يطير مسافة البرج هذا اللي فوق. من كبرن شو تقولون نطيرهن؟ اذا تقولون نطيرهن والله العظيم بس يكبرن شوية اسوي لكم حلقة خاصة لهن، شلون اخذهن اطلعهن منها واطيرهن بالبيئة مالتهن الخاصة. ما اطيرهن هنا يعني بالمدينة، لا بالبيئة الخاصة. ذاك اليوم راح واحد من عتن، هنا كانن ستة، هذن بقن بس خمسة هسه، ويعيشن العلم يعيشن حار وبريد. هن اصلهن بالحر طير القطع. اذا ما تعرفون هسه اخلي لكم صور هنا بالفيديو، او ما اخلي لكم صور، بحثوا بالجوجل بس كتبوا طير القطع. القطع صدق القطع. وانا اليوم معذرون ترى ما فارغ حتى اصور بالقناة كبيرة، ملتهي شغل ومريض بين قوسين. يا عم الحق اخوفهن. بس شوف 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 الجمال، شوف يا معود، شوف شوف ضوء العيون شلون حلوه. الفوكس يعني شوف الفوكس وين جاي ياخذ على الشبت مال. شوف العيون، هذا الفيديو يعتبر بداية القناة. يعني راح اغير اسمها طبعا من خلال هذا الفيديو، احب اقول لكم انه راح اغير اسمها. وصلونا هذا المقطع 1000 لايك، وبهبكم. يلا ان شاء الله نشوفكم بالفيديو من نطيرهن. باي باي.